جدا ما بين المميزات ديالو. أولا هو مركز تكوين شامل، يعني الشمولية ديالو كتجلى في كون أنه كيوفر للرياضيين اللي كينتميو لأكاديمية كرة القدم أنهم يكونوا يقوموا بالدراسة ديالهم، بالتمارين الرياضية ديالهم، وكل ما يحيط بالرياضة من طعام، من مبيت وتطبيب. ومن ناحية أخرى الشمولية ديال هذا المركز كتجلى على أنه كيضم تقريبا رياضيين على مستوى في باقي بعض الرياضات اللي ارتئينا أنه نعملوا فيهم لا فورمول ديال دراسة ورياضة. حوالي 900 رياضي كيتمرنوا في هذا المركز هذا، كينتميو ل 13 نوع او 14 نوع ديال الرياضات الجماعيه الفرديه. و كيحتوي هذا المركز على تقريبا واحد 250 سرير، 250 سرير يعني داخليه ما يسمى بالداخليه. هناك مدرسه فيها تقريبا واحد 12 القسم مجهز باحدث التجهيزات البيداغوجيه. هناك كذلك مرافق رياضيه، كيحتوي هذا المركز على 5 ديال الملاعب، منها جوج او ثلاثة، جوج ديال العشب الطبيعي وثلاثة ديال العشب الاصطناعي، وبالاضافه الى قاعات مثلا للخزانه، للمطالعه، للدراسه. تقريبا كاين واحد كاين هناك مركزين، هناك ما يسمى بالمجموعه الرياضيه العسكريه اللي هي لو جروبمون سبورتيف اللي كيضم واحد العدد ديال المرافق الرياضيه على اعلى مستوى، كمسبح، كاولمبيك، كقاعه للجيمباز، كحلبه مطاطيه ديال الاتليتيزم الى اخره. وهناك المكان المخصص للاكاديميه اللي هو الرياضيين كيتمرنوا وكيقراو فيه، يعني خصنا هاد المرفقين هادو تقريبا واحد ما بين 20 حتى 25 هكتار، بالاضافه ديال واحد 12 هكتار اللي كتواجد بالقرب من هاد المركز اللي هي ايضا كتنتمي للاكاديميه، واللي اخر ما تنتج مؤخرا هو ملعب جديد مازال ما تدشنش، راه دابا واجد، ها هو ممكن تشوفوه على برات ديال لو سونتر. فهذه منطقه اخرى تقريبا واحد كنضرب ما بين واحد 25 حتى 30 هكتار ما بين المساحه دي. هو في الحقيقة أن المركز التكوين ما كتنحصر شيء الإضافة والقيمة المضافة ديالو في تطعيم فريق الكبار. هذا المركز ما هو إلا بالوراء للمشروع اللي تقام عليه فريق الجيش الملكي، وهو أولا تطعيم الفرق الوطنية في جميع الرياضات. دابا جميع الرياضات تبارك الله فيها واحد 50 حتى 70% من العناصر البشرية اللي كتنتمي للفريق العسكري، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هاد التأطير اللي كنقوموا به ديال هاد الوليدات في المركز داخل في اطار ان الرياضه دعم وتقويه للشباب. فاحنا ما بين المراكز الحيويه في هاد الجهه ديال الرباط سله اللي كتمكن الشاب انه يستثمر مواهب الرياضيه ديالو ويولج ملاعب على اعلى مستوى. يعني احنا ماشي غير متنفس ديال التربيه البدنيه فحسب، ولكن كذلك تجربه، تنمنحوا تجربه للشاب اللي عنده مواهب رياضيه انه يجي يسقلها عندنا ويتالق في اعلى مستوى سواء في كره القدم او في باقي الرياضات.